عليكم ورحمة الله. نحن الآن أمام سكن الطلاب التابع لمركز الدرة للغات. السلام عليكم أخ حسن، كيف حالك؟ الآن في القاعة الرئيسية لسكن الطلاب التابع لمركز الدرة للغات. هذه القاعة تعتبر أهم قاعة في سكن الطلاب. نعم. لأنها هي قاعة فعاليات. نعم. أولا تقام فيها الصلوات الخمس. نعم. وهي مركز محاضرات ودروس. ويعني نعتبر أنا كما مكان يعني للقاء فكري. ننتقل إلى منطقة ثانية إن شاء الله. نرى على سكن الطلاب التابع لمركز الدرة للغات، يحوي أيضا مركز لتعليم القرآن الكريم. سيد حسن شبيكة سوف يشرح لنا دور القرآن الكريم وهذا المركز في تعليم أحكام تجويد القرآن الكريم. حقيقة هذه الدار دار القرآن تقوم بأعطاء مستويات التلاوة، هي المستوى الأول والمستوى نعم الثاني نعم والمستوى الثالث وحتى الإجازة. بارك الله فيك. ننظر إلى الآن في شقة في داخل سكن الطلاب التابع لمركز الدرة للغات. سيد حسن، الشقة ماذا تحتوي هذا الشقة؟ تحتوي كل شقة على ثلاث غرف نوم. نعم. بالإضافة إلى غرفة المشرف. نعم. وصالون للجلوس بيجلس فوق الكل. نعم. وحمامين. نعم. وعندنا بوفيه صغير للشاي والقهوة. طب الطعام أين يأكل؟ الطعام بيكون في الصالة الرئيسية تحت. يوجد صالة رئيسية في المبنى؟ تجمع الكل وبيكون بيأكلوا فيها الكل. تمام. يأكل فيها الكل. يوجد في الأسفل قاعة للطعام مجهزة لجميع الطلاب بالسكن حتى يتعارفوا ويتلاقوا فيما بينهم ويمارسوا اللغة فيما بينهم. نعم. ممكن نشاهد بعض الغرف تفضل. على سكن الطلاب التابع لمركز الدرة للغات. شو الهدف أستاذ حسن من وضع طلاب عرب وطلاب غير عرب في نفس الغرفة؟ لأنه الهدف أصلاً الطلاب جاءوا ليتكلموا اللغة العربية. نعم. فنحن نريد أنه كل ما طال الزمن بالتحدث في اللغة العربية أقول المعلومات تزداد رسوخاً في الذهن واستعمال الكلمات. في السكن هنا وهو شريك لغوي، احكي لنا ما هو الشريك اللغوي وكيف تمارس هذا الدور مع الطلاب الأجانب؟ انه يعني الطالب عندما ياخذ الدروس المركز ويأتي. نعم. هنا يجب ان يطبقها عمليا، لا يكفي يعني يطبقها على الورق، يعني نعم يجب يطبقها عمليا، يعني يكون اتفاق بين السكن والمركز بتنسيق الدروس التي اخذها هناك يطبقها هنا.